نبقى في تعز، حيث نفذ طلاب مدرسة باكثير الأساسية الثانوية للبنين في المدينة صباح اليوم إذاعة مدرسية سبتمبرية تزامنا مع الذكرى 62 للثورة. وتناولت الإذاعة أهداف الثورة وتطوراتها ومراحلها ومخرجاتها وأبرز قاداتها وتضحيات أبطالها في سبيل دحر الإمامة وإقامة النظام الجمهوري. وفي الطابور الصباحي المدرسي رفع الطلاب الأعلام الوطنية ورددوا الأناشيد الوطنية في لوحة احتفائية بقدوم ذكرى قيام الثورة السبتمبرية. مدير مدرسة باكثير الأساسية الثانوية سمير علي قال ليمن شباب إن هذا النشاط يأتي تخليداً للتضحيات التي قدمها أبناء الثورة لإخراج اليمن من ظلمة الحياة إلى النور والحرية والديمقراطية. يوم بالنسبة لنا إعادة الذكرى لهذا الشعب اليمني ثورة 23 سبتمبر الذكرى 62 لمولد هذا الحدث العيد البارز الذي نقل الأرض والإنسان اليمني إلى قدم مشرق الذي أنبعث منه العلم والنور. هذه الأجيال ما هي إلا ناتج عن تضحيات الثوار وشهداء لثورة 26 سبتمبر. نحن اليوم حبينا أن نبعث رسالة للميليشيات الكانوتية بأننا مستمرون فيما قام به الأولون وسيظل اليمن شامخ. كما وثقت كاميرا يمن شباب أداء طلاب مدرسة باكثير النشيد الوطني وتحية العلم بصوت عال وحماس كبير يعكس حب الانتماء للوطن والجمهورية والثورة. وأكد طلاب مدرسة باكثير أن ثورة 26 من سبتمبر هي ثورة مجيدة وخالدة نقلت اليمن واليمنيين من زمن الظلمة والجهل والاستبداد إلى زمن النور والعلم والديمقراطية. ثورة 26 سبتمبر ثورة مجيدة وخالدة، ونحن اليوم نحتفل بها على مر العصور على مر الأجيال، فهي تم التخلي عن الاستبداد وعن الإمامة، فتم الانتقال من زمن الجهل والظلام إلى زمن النور، فكان زمان لا يتعلمون الناس
فكان ما يدرس فيها هو الإمام وأسرته. عندما نتحدث عن ثورة 26 سبتمبر فإننا لا نتحدث عن حرف أو كلمة ماضية، ولكننا نتحدث عن ثورة عظيمة، ثورة نقلت اليمن السعيد من عصر الجاهلية، من عصر التخلف، من عصر الاستبداد، من عصر الإمامة، إلى عصر الثورة، إلى عصر الديمقراطية، إلى عصر التكوين. نقلت اليمن نقلة نوعية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية